في عام 2006 ولدت فكرة تأسيس الفريق الأبرز خلال موسم الأمطار مركز العاصفة، وأصبح مع مرور الوقت منصة البحث الأولى لرصد الأمطار على جغرافيا الإمارات. فالمغامرات التي خاضها الفريق كانت كفيلة بإعطائهم الخبرة الكافية في توقع وقراءة أحوال الطقس وتوثيق الحالات المطرية بصورة احترافية. كيف تأسس المركز ومن هم أعضاؤه؟ أسئلة يجيب عليها الزميل فيصل الحمادي في هذا التقرير. هاي الكاميرا طال عمرك وثقت ذكريات نادرة. عبر هذه الكاميرا المتواضعة كانت أولى لحظات ولادة فريق مركز العاصفة قبل نحو 16 عاما، ليصبح بعدها المركز منصة البحث الأولى لرصد قطرات سقوط المطر على جغرافيا الإمارات من السلع حتى الفجيرة، لتبدأ المنصة تدريجيا في أن تصبح جزءا من أبجديات المواطن والمقيم في البحث عن الصورة التي تصدرت صفحات الصحف الأجنبية، بل وتطورت تقنيات التصوير عند الفريق إلى أن يستخدم تقنيات تلفزيونية في مقره. فهد محمد، الوجه الأبرز في مركز العاصفة الذي عرفه المجتمع الإماراتي والخليجي بكلمته: شوفوا وطمشوا يا متابعين مركز العاصفة. كان فهد مطاردا للأمطار وشغوفا بأحوال الطقس رفقة زملائه، وقبل تطور التكنولوجيا وبزوغ نجم التواصل الاجتماعي كانت نشرة أخبار الإمارات هي النافذة الوحيدة التي تعرض من خلالها لقطات الأمطار التي يقوم بتصويرها هو وأعضاء مركز العاصفة. كنت أطلع أصور الأمطار، أيامها ما في سوشيال ميديا ما في شيء، وأيام الخبال الزايد خلنا نقول، فأدخل في الوديان فيجي المركز أقولهم دخلوني من الباب الخلفي، نص الكندورة بني من الوديان والنص الثاني ماي. في حالة تكون الإمارات عليها مرتفع جوي معناته جفاف، وفي منخفض على السعودية أو على عمان أو الدول الشقيقة الثانية، نروح ونغطي. شاهين طال عمرك الوحيد اللي دخلنا في عين الإعصار، فأنت عشان تدخل لعين الإعصار ممكن تفقد جامات السيارة، ممكن تتعرض لأضرار مادية، فهذا اللي صار ويانا. أول سقوط للثلج بالإمارات استطاع فريق مركز العاصفة توثيقه بعد معاناة قيادة المركبة لأكثر من 4 ساعات صعودا على طرق وعرة حينها للوصول لقمة جبل جيس. والبحث عن التقلبات المناخية لا يقتصر على الجغرافيا الإماراتية، حيث وصل الفريق إلى كافة دول الخليج لرصد الحالات الجوية النادرة. أنا يوم من الأيام فكرت أن أنشئ موقع إلكتروني علشان أتابع تغطيات الأمطار أو كيف يعني تكون شكل التوقعات أو كيف نعرف أن باليوم الفلاني مثلا بيكون في أمطار. فجت الفكرة فانشأت الموقع، سبحان الله صدفة عجيبة يعني. كانت بدينا بالموقع شهر 11 2006، 2 ديسمبر في اليوم الوطني يانا منخفض جوي، 2 ديسمبر 2006 يانا منخفض جوي عام على الدولة، وكانت أمطار غزيرة جدا. الناس عرفت الموقع من هذا المنخفض. نحن نعطي للمتابعين نبذة عن التوقعات، ان نقولهم ترى يا اخوان ان هذا التوقع لمدة اسبوع احتمال انه يتغير، لازم تكونون متابعيننا اول باول عشان نعطيكم التحديثات بشكل مستمر. اثبت ليش نحن صنعنا هذا الشيء، عشان الناس تثق في توقعات مركز العاصفة في هالمنظور. المغامرات وهواية مطاردة الامطار كان لها عواقب في حياة فهد، فكان له نصيب من حوادث السير المرورية التي تسبب بها عشقه للأمطار، حتى وصل به الحال إلى إجراء عملية جراحية لظهره في أحدى الدول الأوروبية. والطريف في الأمر أنه وبعد عودته بأيام معدودة ذهب وهو على الكرسي المتحرك لمطاردة الأمطار والأودية رفقة زملائه، وهو ما خلق حالة من القلق لدى والدته خوفا على صحته وحياته. توفيق من الله ومن الوالدين، ولا أني أسير مكان ما أخبرهم، لازم أقولهم أني ساير مثلا عصار، ساير السعودية، ساير في عواصف، لازم أحطهم في الصورة وهم عارفين أني ما بعق عمري في التهلكة. طبعا وايد يسألوني كم رواتبكم في مركز العاصفة. هاي هواية يا الربع. أثناء وجودنا مع فريق مركز العاصفة كانت التوقعات تشير إلى تأثر الدولة بمنخفض جوي، وبالفعل بعدها بيومين رافقنا الفريق في رحلة توثيق الحالة الجوية المتوقعة. شوفوا الخير.
يا سلام سلم، هاي أجواء جيس. يطمح فريق مركز العاصفة إلى توقع مناطق هطول الأمطار وتوعية الجمهور بخطورة التواجد في مجاري الأودية والشلالات، بالإضافة لتوثيق تلك الحالات وأرشفتها عبر حسابات التواصل الاجتماعي لتكون متاحة لكل باحث عن أحوال الطقس الإماراتي والخليجي. مركز العاصفة مرآة البحث في الإمارات لكل زخة أمطار داخل حدود الدولة وخارجها أيضا، فريق يعشق التحديات والصعوبات لتصلنا الصورة بكل تفاصيلها. لأخبار الإمارات فيصل الحمادي.